زميلتنا المهندس نورهان تعطينا فكرة أكثر عن الباشمهندس، عن تجربته وشغله. تحياتي باشمهندس. تحياتي لك دكتور، ألف شكر حضرتك دكتور. تفضلي نورهان. أنا مش عارف طالع الفيديو. مرحبا مهندس، يعطيك العافية. أهلا أهلا نورهان. تفضلي يا دكتور، يعطيك العافية. تمام، ضيفنا مهندس عمر سليم، اهلا وسهلا فيك. طبعا حابب بس اعرف زملائنا اليوم، الباشمهندس طبعا مدير لمشاريع نمذجة بناء نبوي البيئة باكسبيرينس اكثر من 10 سنين، حضرته مساعد وباحث بجامعة قطر، مؤسس لمجلة البيئة ارابيا، وبرضه معنا مهندس. مع حضرتك باشمهندس سمعنا. مع حضرتك يا دكتور. تحياتي المهندس. انا عم بتحاول تعطي نبذه مختصره عن تجربتك في البيلدينج انفورميشن موديلنج. تمام يا دكتور، جزاك الله خير. تفضل نورهان. المهندس اشترك في تجهيز انظمه للعديد من المشاريع الكبيره مثل الاي اتش اي اف بقطر، اليو سي سي برضه بقطر، مشاريع ثانيه يعني. برضه المهندس كثير بيآمن باهميه البيم واهميه استخدامه بديل عن الطرق التقليديه القديمه، انه مش بس هي 3 دي، انه بس اداه ثلاثيه الابعاد. المهندس قام بالعمل مع العديد من الاستشاريين في الهندسه المعماريه والانشائيه حتى انه يعني عالج الاخطاء اللي بيوقعوا فيها مثل التقاطع، انه احيانا التقاطع، انه احيانا العمل بيناتهم بيتقاطع، فساهم حل اكثر انه مشاكل من هذه النوع. واهلا وسهلا فيك مهندس. يعني هلا الزملاء طبعا حابين انهم يسال، في عندهم يعني كثير اسئله عن البيم. وانا تسمحي لي نورهان، شكرا على المقدمه. انا بدوري مره اخرى بدي ارحب بالباشمهندس. الله يكرمك. تحية مهندس، واحنا كثير مبسوطين انه حضرتك معنا. الله يكرمك. وبدناش نحكي كثير لانه حابين نسمع، يعني احنا حابين نسمع من حضرتك عن انتروداكشن ريجارد بيلدينج انفورميشن موديلينج. تحكي لنا عن اون اكسبيرينس، كيف ممكن انه نحن نعمل بيلدينج انفورميشن موديلينج ادوبشن امبلمنتيشن، what are the main aspects، يعني ناخذ جنرال ايديز بيلدينج انفورميشن. تفضل باشمهندس. جزاكم الله كل خير دكتور محمد، والف شكر حضرتك والف شكر للجميع. هشير دلوقتي الشاشه. هل ممكن بس ابقى كوست عشان اعرف اشير الشاشه؟ تفضل. شكرا. طيب شكرا لحضرتك يا دكتور، وشكرا لجميع الحضور، ويعني شرفنا ان انا اكون موجود مع حضراتكم. ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا، الا هو موضوع البيم. ولما اشوف موديل اعرف اذا كان ده بيم ولا مش بيم، لان هي المشكله الكبيره في حاجه اسمها ووش بيم، يعني في غش في موضوع البيم. ناس كتيرة بتعمل الموديل. انا اسف على المقاطعة باشمهندس، بس ممكن نعمل ريكورد للمحاضرة؟ ماشي حضرتك. في مشكلة كبيرة جدا، ان الموديل ده هل هو الموديل ده بيم ولا مش بيم؟ دي من الحاجات اللي احنا هنحاول ان احنا نجاوب عليها النهاردة. طيب تاريخيا كده، زي ما احنا شايفين من ايام زمان، اللوحة دي تاريخها ال 4500 سنة، دي موجودة في، كانت موجودة في العراق وحاليا موجودة في متحف اللوفر في فرنسا. من 4500 سنة الناس بترسم مخططات. التقدم بطيء جدا في مجال الكونستراكشن، يعني نفس المخططات دي هتلاقي مثلا فضلوا فترة كبيرة جدا يرسموا على الورق، فضلوا فترة كبيرة جدا يرسموا على الكاد، لحد ما جت تكنولوجيا البيم اللي احنا هنتعرف عليها. طيب تكنولوجيا البيم جت ليه؟ هي جت نتيجة للمشاكل اللي موجودة في قطاع الكونستراكشن. يعني اشتغلت فترة كبيرة جدا بموضوع الكاد، فكان في مشاكل كتيرة جدا، منها مثلا المشكلة في الكوردينيشن، وما بتشوفش المشاكل غير لما المشروع يخلص.
زي كده، زي مثلا الميول هنا وهكذا. في مشاكل كتيره جدا في الريورك بعد ما بنعمل المبنى. العميل ما كانش متخيل شكل المبنى هيطلع ازاي، فبعد ما اتبنى لا مش هو ده اللي هو عايزه، فبيخلينا ان احنا نعيد الشغل كتير جدا. في مشاكل كتيره في التاخير، تقريبا نسبه مثلا ما يقرب من 50% من المشاريع بيحصل فيها تاخير في الوقت، ما بتستلمش في ميعادها، التكلفه بتبقى اكتر من اللازم. فكان في مشاكل كتيره جدا اضطرتنا ان احنا ندور على بديل. واكتر الناس اللي كانوا شغالين في مجال الكونستراكشن لقوا مشاكل كتيره جدا، و30% من المشاريع مش ما التزمتش بالبادجت بتاعتها، بنلاقي البادجت اكتر بكتير جدا. في 92% من الكلاينت قال لك ان الديزاين اللي هم شافوه مش زي اللي هو متخيلينه، لانه غالبا الكلاينت ممكن ما يكونش مهندس، فمش متخيل شكل البناء هيبقى حاصل ازاي، فلما بيشوف حاجه 2D مش قادر يتخيلها، انما لما يشوفها في 3D يقدر يقول الكومنتات والتعليقات والتعديلات اللي هو عايزها في المرحله الاولى. تمام، احنا اللي بس اللي عايزين نركز عليه ان البيم مش اصدار جديد من الكاد، لا، الكاد ده كان تكنولوجيا مساعده وكويسه جدا في وقتها، بس دلوقتي اصبح في تكنولوجيا خاصه بالهندسه المعماريه والانشائيه والكهروميكانيكال اللي هي تكنولوجيا البيم. ده مثلا الاوتوكاد لوحه معموله 1980، طبعا كان الحاجات دي على الدوس. في تطور حصل في الاوتوكاد في فتره طويله، بس برضه فضل كاد مش قادر ان هو يستجيب لمتطلبات الشغل بتاعنا، بحيث ان هو يعمل حاجه 3D ويكون فيها كل الانفورميشن اللي احنا ممكن نحتاجها، بحيث ان انا لو عايز اتخذ قرار اقدر اعرف الحصر بتاع المشروع قد ايه في ثانيه واحده. هو مشكله الاوتوكاد ان هو بيتعامل مع خطوط واقواس وريكتانجل وهكذا، فدي كانت عامله مشكله كبيره. لو احنا بصينا كده ان احنا في كل مراحل المشروع، لما عملنا مشروع وجبنا ناس خبره في الكاد وناس تانية خبره في البيم وعملنا نفس المشروع، لقينا في الاوتوكاد في مرحله سكيماتيك ده خد 190 ساعه، في البيم خد 90 ساعه، فسيفنا 100 ساعه تقريبا 53% من المشروع. اكبر حفظ للوقت واكتر توفير للوقت كان في خصوص الكوردينيشن، لان هو بمجرد ما يدخل على الزرار بيبدا يشوف المشاكل الموجوده فين. لما كنا شغالين مانوال، انا اشتغلت في مشروع كان كبير جدا، كنت ممكن اعدل مثلا في الطرقه في حاجه، فاضطر ان انا اعدل ازيح مثلا ماسوره او حاجه في بقيه المباني او في بقيه الغرف، فده كان بيضرب حاجات تانية. انا حاجات تانية انا كنت ظبطتها ومتاكد انها سليمه ما فيهاش كليشيهات، بس لما غيرت اتغير، فده عمل مشاكل كتير جدا. موضوع الحصر كان من الحاجات اللي بتاخد وقت كتير جدا بالاسابيع عشان اعملها مظبوطه، انما لما عملناها من خلال الريفت الحصر ما بياخدش اكتر من 3 4 ثواني، فهو توفير وقت كتير جدا. والميزه الكبيره جدا ان كل الاقسام بتقدر تشتغل مع بعض، يعني المعماري والانشائي والكهروميكانيكال شايفين نفس المشروع وفاهمين نفس المشروع. انا بتكلم من حاجه عمليه، ان كان في ساعات مشاريع بنشتغل فيها مع بعض والمشروع يخلص، وفي اقسام مش قادره تتخيل شكل المبنى عامل ازاي، يعني المعماري رسم حاجه معينه، الميكانيكي او المهندس الميكانيكي او مهندس الكهرباء ما قدرش يتخيل شكل المشروع ده غير لما المشروع خلص. تمام، بدا يشوف هو كان قصده ان في هنا سقفين فوق بعض، يعني بدا يتخيل الموضوع. انما دلوقتي لو اي حاجه مش واضحه يقدر ياخد سيكشن 3D في ثواني، ما ياخدش منه اي جهد خالص. ففرق كبير جدا لما اكون شغال في الاوتوكاد بال 2D وعناصر مش ذكيه. عناصر مش ذكيه بمعنى ان انا لو عملت سيلكت على الخط ما اقدرش اعرف ان ده حيطه من ان ده عمود من كاميرا غير من خلال اللير، وسهل جدا ان انا احط لير مش مظبوطه. انما تكنولوجيا البيم انا برسم وول ويندو فلور روف، برسم الحاجه بالاسمها الحقيقي. فلو انا قلت له في لحظه من اللحظات وجد لي الكلاش بين الوول وبين الاتفاق ده، سهل جدا يطلع لي الاماكن اللي فيها كرشات. لو قلت له انا عايز اعرف بالظبط فين مثلا الكلاش الفلاني، فين الاماكن اللي فيها ارتفاعات مختلفه، فين الحاجات اللي فيها غلط، يقدر يجيبها لي في ثواني. لو انا قلت له عايز ووك ثرو جوه المبنى، فكان انا المبنى اتبنى وانا مشيت جواه واكتشفت ايه المشاكل اللي ممكن تكون موجوده. فهي فرقه كبيره جدا معانا في الشغل. دلوقتي مثلا عندي، لو انا بصيت على الحاجه ديت، ده حيطه او غرفه ودي غرفه تانية، دي تكنولوجيا الكاد ودي تكنولوجيا البيم. لو عملت سيلكت هنا مش هيديني اكتر من الطول والعرض والارتفاع، يقول لي دي بوينت الاكس والواي بتاعتها، مش هيديني اي معلومه مفيده ليا في الشغل. هنا الوول نفسها بيبقى فيها القيم بتاعتها، اليو فاليو، الماتيريال، التفاصيل بتاعتها. لو هو عايز اعمل سيكشن يجيبها لي في ثواني، لو عايز اعمل اي سيكشن 3 دي 2 دي زي ما انا عايز يبدا يجيبها لي في ثواني. لو في اي نافذه يقدر يجيب لي كل المعلومات الخاصه
بيها. ففرق كتير جدا وتطور كامل. في احنا الاول كنا بنشتغل على الورق والقلم، وبعد كده نقلنا للكاد. النقله دي في نقله اكبر منها اللي هي من الكاد للبن، بنحتاج ان احنا يعني نتعود على مشاركه المعلومات. مفيش حاجه اسمها في البيم ان في حد عنده معلومه وما شاركهاش مع الاخرين، لازم كلنا نشارك المعلومات مع الاخرين. طيب لو احنا بصينا للوحه ديت، اللوحه دي عباره عن حاجه في الستيل ديتيلينج، فليها ارتفاعات مختلفه، فمستحيل حد يقدر يفهم ايه ديت حاجه بالشكل دوت. لما بنعملها بالبيم بنقدر نتخيل شكل المبنى، وبنبقى فاهمين التوصيلات عامله ازاي. لو انا وريتها للعامل هيقدر يفهم ايه الحاجه اللي موجوده. لو انا بعتها لمكن سي ان سي وقلت له اطبع الحاجات دي، بتطبع اوتوماتيك، وبتبدا نركب القطع ديت في قلب الموقع كان احنا بنركب قطع البازل بسهوله جدا، مجرد ان اول ما يجي بالموقع نبدا نوصلهم مع بعض. ده مثلا حاجه بالشكل دوت، ده في التنفيذ الحقيقي. تمام، سيكشن زي دوت انا اعتقد في بعض معنا ناس مهندسين معماريين. فلو بصينا للموديل دوت، احنا لو جينا نرسمه بالاوتوكاد او جينا نرسمه مانوال مش هيقل عن اسبوع ان احنا نرسم حاجه زي كده. طيب بفرض ان انا اسبوع بعد ما رسمته قالوا لي لا ده احنا الارتفاع بين الدور ده والدور ده بدل ما هو 3 متر ونص عايزين 4 متر، فانا محتاج ان انا الغي الشغل ده كله واعيده من اول وجديد. لا، في تكنولوجيا البيم سهل جدا ان انا ارسم السكشن ده في ثانيه، ما دام الموديل موجود معايا اقدر اخد اي سكشن انا عايزه، واي تعديل اقدر اعمله من خلال البرامج. طيب احنا برضو ما قلناش ايه هو البيم، كل واحد بيتخيل البيم من وجهة نظره. احنا نقدر نقول ان هو Building Information Management، ازاي ادير معلومات البناء بحيث ان انا اقدر اخد قرار، سواء انا مهندس معماري او انشائي او كهروميكانيكال او مدير المشروع او الحصر او الجودة او الاستدامة. كل الاقسام تقدر تدخل على الموديل وتقدر تعرف المعلومة اللي هي عايزاها. تمام، فبنقدر من خلال واحنا قاعدين في اي اجتماع من الاجتماعات، احنا تقريبا عندنا اجتماعين كل اسبوع، بنبقى قاعدين وشايفين الموديل عامل ازاي ونقدر نفهمه بشكل قوي جدا. بنقدر ان احنا نشوف الكلاشات موجوده فين، الاقسام كلها تبدا تشوف الشغل مع بعض، نقدر نفهم الكونستراكشن هيبقى عامل ازاي، نفهم الشغل هيتم ازاي، الاجتماعات هنتم ازاي. فبنبقى قاعدين وشايفين الموديل ال 3 دي ومتخيلين شكل الحاجه، ونقدر نعدل واحنا قاعدين في قلب الاجتماع من خلال اللابتوب، بنقدر نعدل بسهوله جدا، ما بياخدش وقت في التعديل. حتى اشهر برنامج اللي هو ريفيت، اختصار ريفايز انستانتلي، يعني يعيد تكوين نفسه بشكل متوافق. اول ما بعدل حاجه في البلان بتعدل في السكشن، بيتعدل في كل مكان. تمام، هو ميزته ان هو بيشتغل معايا من اول ما يبقى في فكره للمشروع، اقدر اعمل كل المحاكاه اللي انا عايزها عشان اختار افضل شكل موجود. واثناء الديزاين، اثناء البيلد، اثناء الاوبريت، كل الاقسام مربوطين معايا كلنا مع بعض، معماري وانشائي وكهروميكانيكال والحصر وكل حاجه موجودين معايا. فبنبدا نشوف البيم بيبقى فيه ان انا احط المعلومات، لازم الاشخاص يكونوا كلهم فاهمين الفكره عامله ازاي، بيكون في بروسيس معينه متفقين عليها بحيث ان احنا نوفر الوقت. يعني في مثلا نوع من انواع الاداره اسمه لين مانجمنت، ده بيفيدنا كتير قوي ان احنا نرتب كل واحد هيبدا ازاي وهيشتغل في ايه والتاني يبدا امتى ويرتب شغل بينا وبعض. فالعمل البيم عمل نقلة كبيرة جدا، ان بدل ما كانت المعلومات غير مرتبة هو قدر يرتبها لي بحيث ان احنا كلنا نقدر نشوف اي معلومة احنا محتاجينها في ثواني. بمعنى ان مثلا دلوقتي مثلا جيت معلومات خاصة بالاسانسير، طب الايميل اللي جه ده مكتوب عبارة عن ملف بي دي اف، لو انا بعته لحد مثلا معماري ونسيت ابعته للانشائي، ممكن الانشائي ما ياخدش حسابه في الكاميرات. فاحنا بنحطه في الموديل بيم 3 دي، واي حد مهتم بالحاجه ديت بيلاقيها قدامه. يعني مثلا المهندس بتاع الكهرباء بيلاقي كل معلومات الكهرباء، وفي ميزه ان اي اكيوبمنت اتحط بيبدا يقول لي انت على فكره ما وصلتش مثلا توصيله بتاعت الكهرباء. يعني ممكن يكون مكنه التكييف بس وصلنا لها التكييف ونسينا نوصل لها الدرينج بتاعتها، فيبدا يجيب لي رساله خطا ان في حاجه مش متوصله، فهو بيرتب لي كل المعلومات. فهي عباره عن تكنولوجيا غريبه جدا. لو احنا خدنا مثال مثلا هنا، لو انت عملت سيلكت على اي عنصر بيبدا يقول لك مثلا ان ده كارت وول، يجي هنا يقول لك ده روف، يجي هنا يقول لك ان ده وول انفورميشن، فبدا يقول لي كل معلومه. لو انا عملت سيلكت على الجزء دوت وهو معمول باقوى برنامج للبيم وقال لي ان ده جينيريك موديل، او قال لي ان ده حيطه بينما هي مش حيطه، او بعلم على مكنه وقال لي ده جينيريك موديل او ماس، يبقى كده مش بيم. ليه؟ لان انا لو قلت له اعمل لي الكلاش مش هيقدر يجيبه معايا في الكلاش، لو قلت له اعمل لي الحصر مش هقدر اشوف الحصر.
فكده يعني فقد قوة البيم وما بقاش بيم. فاحنا عندنا في البيم في اكتر من حاجة، في عندي حاجة اللي هي اللي لازم تكون موجودة اللي هي 3D، ان المبنى يكون معايا 3D. ال4D ان انا بضيف بعد الزمن، ان انا اشوف الحاجة وهي بتتبني، يعني ابدا اشوف كده الدور الاول وبعد كده الدور الثاني وبعد كده الاعمده وبعد كده الكاميرات وبعد كده الحوائط وبعد كده كل حاجه بتتشاف، بحيث ان انا ابقى متخيل سير المشروع هيبقى عامل ازاي، وما ابنيش حاجه واضطر ان انا اكسرها لان في حاجه ثانيه المفروض تتبني قبلها. عندي ال5 دي اللي هو الكوست، عندي ال6 دي اللي هو ان انا اعمل استدامه، والاردن معروفه من الدول اللي مهتميه بموضوع الاستدامه بشكل قوي جدا. عندي موضوع الفاسيلتي مانجمنت، ودي من الحاجات القويه جدا لانها نادرا ما بتدرس في الجامعات، اللي هي اداره المبنى او اداره المرفق. يعني المشروع ممكن يتبني مثلا في سنه سنتين، بينما في فاسيلتي مانجمنت تقدر تدير المبنى او تشتغل في المشروع بعد ما اشتغل لمده مثلا 30 40 سنه، مده حياه المبنى. طيب فالبيم هو مش مجرد برنامج، يعني البيم هو برنامج او سطب للبيم، لا هو عباره عن معلومات داتا لازم تكون موجوده، في جزء سوفت وير، في جزء بروسيس، في جزء ورك فلو، مين اللي هيشتغل ومين اللي هيبدا ومين اللي هيراجع ومين اللي هينقل الحاجه من هنا لهنا وهكذا. فاحنا شغل البيم بيكون عندي كل حاجه ليها الموديل بتاعها، اركتكشر موديل، استراكشر موديل، اتشفاك موديل، بايبنج موديل وهكذا. معلش مهندس بدي اقاطعك لو سمحت. في واحده من زملائنا انقطع عندها الاتصال وبدها ترجع تدخل مره ثانيه. تمام. يعني اوقف؟ يعني الدكتور بده يضيف، انا مش عارفه يعني شو بالضبط. دكتور الو؟ باش مهندس، لا انا عاملك الهوست، يعني انت بدك تسمح لها تدخل. طب تمام حاضر ماشي. طيب في انا هنا كاتبين البرامج بتاعت البيم او ادوات البيم، من ضمنها كاتبين الاوتوكاد. ازاي الاوتوكاد من البيم؟ لو انا حطيت سطبت جواه او جبت برنامج اوتوكاد اركتكتشر او اوتوكاد ستراكشر او اوتوكاد ام اي بي، هو عباره عن اوتوكاد بس ضايفين الادوات اللي تخليني اشتغل اشتغل كبيم. يعني هو بيديني ان انا ارسم حيطه، ارسم دكت، ارسم كذا. فلو انا قدرت ان انا استخدم الادوات دي مظبوط يبقى كده شغل بيم. يعني لو اوتوكاد اركتكشر ده بيعمل شغل بيم بس. انا اتكلمت مع الناس اللي بتوع اوتوديسك فقالوا احنا بنعمل الريفت وبنعمل الاوتوكاد، ونقول لك ان القوي هو الريفت، والاوتوكاد ده احنا كنا بدانا نطور فيه ان هو يبقى بيم قبل ما نشتري الريفت. لما اشترينا الريفت ما بقناش نطور في الاوتوكاد، فلو حد عايز يهتم اكتر ممكن يخش في الريفت. تمام. وهنلاقي ان في بعض الحاجات. طيب البيم بيبدا معايا من اول فكره المشروع لحد ما المشروع يتعمل، لحد ما تشغيل المشروع، لحد لو انا عايز اهد المشروع. يعني حتى لو انا هد المشروع بقدر استفاد من المخططات بتاعه البيم ديت بشكل قوي، ان انا اعرف مثلا اعمل سيموليشن. لو انا مثلا كسرت كام عمود، انا الاعمده اللي ممكن تتكسر بحيث ان المبنى يقع راسي ما يقعش افقي ما يقعش على المباني اللي حواليه، زي ما شفنا فيديوهات كتيره معموله في اليابان بيعملوا سيموليشن يشوفوا انا الاعمده اللي ممكن لو قدرنا نضربها في نفس الوقت تاثر على المبنى ويقع راسي. تمام. طيب زي ما احنا شايفين دي برامج كتيره جدا من برامج البيم، بس البيم مش برامج. يعني مش الفكره ان انت تسطب البرنامج يبقى انت كده عملت بيم، لا الفكره ان انت تبقى فاهم الاستفاده من البيم وايه نقط القوه وازاي ان انت تحقق نتيجه حلوه من البيم. يعني انت بذلت جهد في ان انت تعمل بيم ومجرد بس ايه وريتها للعميل، ما انت ممكن تحل بيها الكلاشات، ممكن تعمل بيها الحصر، ممكن تعملها في الفاسيلتي مانجمنت. في ناس كتير يقول لك انا عندي المبنى اتبنى خلاص مش عايز اي مخططات ولا عايز خالص، بس عايز الموديل البيم دوت عشان اعمل فاسيلتي مانجمنت واقدر ادير المبنى بحيث لو حصل اي مشكله اقدر ان انا اتحكم فيها. يا ريت لو في اي حاجه بس مش واضحه الناس توقفني ونسال فيها ونبدا نناقش فيها ان شاء الله. طيب مين اللي ممكن يستفاد من معلومات البيم؟ كل الناس. اكتر واحد بيستفاد المالك، هو ده اكتر واحد بيحقق توفير في المال وتوفير في الوقت، فاكتر واحد بيستفاد. البلانر برضه بيستفاد، الديزاين، كل المهندسين الموجودين في المشروع بتوع الحصر، الاستدامه وهكذا. طيب لو جينا نبص على التصميم دوت، التصميم دوت ده نقدر نقول نوع من الكثبان الرمليه اللي موجوده في الخليج. تمام. بيبقى موجود على الشاطئ، عباره عن كثبان ملحيه. تمام. كان في مهندس نوفل، جان نوفل، قال لك انا هعمل متحف من الشكل دوت. فاحنا لما شفنا التصميم بتاعه الاولي يعني قلنا يعني التصميم ده مستحيل يتعمل. المتحف اتعمل وانا زرته،
حاجه خرافيه. لو احنا شفنا دقه التفاصيل وان مفيش قطعه حديد ينفع تحط مكان القطعه الاخرى، وكل الحاجات دي اتعملت بالبيم ببرنامج اسمه تيكلا، واتعمل بشكل قوي جدا. تقريبا هيخلص كمان 10 دقايق وهنضطر ندخل تاني. تمام. طيب التصميم ده يعني قالوا مستحيل يتعمل من غير. باشمهندس ايوه فندم. باشمهندس، لو خلص الميتنج حاضر، احنا راح نرجع ونعمل لك انفيتيشن باذن الله دكتور، باذن الله. طيب الميزه في البيم ان احنا كلنا بنبقى عندنا المعلومات ونقدر يعني الاول كان بيبقى في مشكله اخر ار اف اي فين، طب فين اخر موديل، ابعت ار اف اي واستنى 21 يوم على ما يجي، كان بيبقى في مشاكل كتير في الشغل. فلما جيت البيم بقى عندي هو موديل بيم واحد وكلنا شايفينه وكلنا بنقدر ندخل ناخد المعلومه زي ما احنا عايزين بالشكل دوت. اقدر وانا اشوف الموديل واقدر اخد المعلومه اللي انا عايزها. لو بعت انا مثلا شغال ديزاينر اقدر ابعت الموديل للبيم كوردينيتور يشوفه، حتى لو بنتكلم على الموقع والديزاين لو في حاجه مش مظبوطه في قلب الموقع يقدر يشوف الموديل، لو في حاجه محتاجه تتبعت فالديزاينر بيرد عليه في نفس اليوم، ما بقاش زي الاول 21 يوم، لا بقى خلاص بقى الموضوع اسرع وسهل جدا ان احنا نكتشف المشاكل وسهل جدا ان احنا نتبادل. ويكون في تكنولوجيا جديده اسمها انتجريتد بروجكت ديليفري، اللي هي ان كلنا مسؤولين عن المشروع من اول يوم في الشغل وكلنا بنبقى قاعدين وكلنا هدفنا نجاح المشروع. التكنولوجيا دي كانت موجوده كنظريه بس ما كانش قادرين يطبقوها غير لما جه البيم، فبقى في موديل واحد فيه كل المعلومات نقدر نشوفها مع بعض. فاصبح البيم موجود معايا في كل المراحل بتاع المشروع طول الوقت احنا قاعدين، حتى يعني قبل ما بنبدا المشروع في مرحله الديزاين بجيب الراجل بتاع الاوبريشن او الاوبريتور بتاع تشغيل المبنى اللي هو يستلم مني المبنى في اخر المشروع، وبيكون موجود معايا وعنده اي تعديل بيقوله لي في اول التصميم، ويبدا يشوف الموديل ويحط الاراء بتاعته. كان زمان كل واحد بيشوف الحاجه من وجهه نظره هو، مش قادر يتخيل البيت الشغل بتاع الناس، فكل الحاجات في الاخر كنا بنلاقي مشاكل كتيره جدا في الموقع. لما بقى في موديل بيم بقينا كلنا مشتركين في نفس الموديل ونقدر ناخد سيكشن ونشوف اي غلطات ونصلحها في الاول. بخصوص موضوع الحصر بقى الحصر قوي جدا، لان هو مش بيقول لي عندي كام عمود، لا بيبدا يشوف العمود ده الريبار اللي فيه قد ايه، الفورم وورك اللي هو الخشب اللي اتحط وبعد كده هيشال بعد ما تصب الحاجات، الكونكريت، الكلادنج وهكذا، طب العمال، طب الماتيريال، كل الحاجات دي اقدر اربطها بالعنصر وهو يبدا يعمل لي الحسابات بتاعته ويبدا يقول لي الوقت بتاعتها قد ايه والتكلفه هتبقى قد ايه. فبقت حاجه دقيقه جدا واصبح في توفير في الوقت، او ان احنا نقدر نعمل حاجه في الوقت الطبيعي، وفي نفس الوقت الكوست بيبقى هو ملتزمين بالكوست، وبنقدر نعمل تقدير للتكلفه من اول مشروع، يعني لسه ما بدناش المشروع وعارفين المشروع ده هيكلف قد ايه بدقه اكتر من العادي. وفي نفس الوقت الكواليتي، يعني عندنا الوقت والكواليتي والتكلفه، يعني يقول لنا ايه لو انت زودت في الوقت او عايز تقلل الوقت هيبقى على حساب الكواليتي او على حساب التكلفه، لا دلوقتي احنا بنعمل تحسين للوقت وتحسين للكواليتي وتحسين للتكلفه في نفس الوقت. ولذلك اصبح في دول كتيره بتعتبر البيم ده اجباري. طيب في حد عنده سؤال مع بعد اذنكم؟ يعطيك العافيه يا باشمهندس. اتفضل. بدي اسالك هسه بخصوص الاليمنت لما ننزله از فاميلي، هسه انا لازم از بيم يعني مانجر او بيم كوردينيتور لازم اعمل له مثلا احط له الكوست تاعه والتايم تاعه مظبوط ولا لا؟ حسب المشروع بتاعك محتاج فيه ايه؟ يعني لو انت فعلا عندك المعلومات بتاعت الكوست وعندك المعلومات بتاعت الوقت وعندك المعلومات اللي عندك ومحتاجها في اداره المشروع بتحطها. تمام. يعني لو انت عندك التكلفه بتاعت الحاجه خلاص ابدا حطها. احنا بنعمل برامتر خاص بالتكلفه وبتفيدنا كتير جدا لما بنبدا نشتغل على برنامج النفس ووركس بيبقى فيه المعلومات كلها موجوده. يعني سو اي مين انه each project has its own library right؟ ايوه، في كل المشروعات بيبقى عباره عن فاميليز موجوده، وانت بتبدا تشوف المشروع دوت ايه الفاميلي اللي انت ممكن تحتاجها، بس اقدر انت في اول المشروع وما عندكش المعلومه فما توقفش الشغل، ابدا اشتغل. تمام. واول ما تجيلك المعلومه حطها. يعني احنا اصلا في معلومات مثلا معينه خاصه بالكوبي او خاصه بالتشغيل المشروع او خاصه باداره المرافق وحاجات زي كده، لو انا ما عنديش المعلومات دي ما بوقفش الشغل، بشتغل وبعد كده ببدا اسال او اخد المعلومات دي من اي جهه وابدا اكمل عليها. ثانك يو. شكرا. طيب
من ضمن الحاجات ان هو بيقلل لي السيفتي او بيقلل لي الريسك. اسف على المقاطعه باشمهندس، اسف. انا بفضل بباقي يعني حوالي 5 دقائق انه نشوف اذا حد من الشباب عنده اسئله بال5 دقائق هذول قبل ما انت تكمل بارت 2. تفضلوا شباب، اللي عنده سؤال للباشمهندس يتفضل يسال. يعني خلينا ال5 دقائق نعمل ديسكشن سريع لانه بده يخلص الميتنج. مهندس لو سمحت انا بدي اسال. تفضل. انا مهندس الطرق. تمام. الفكره اني انا لهلا يعني مش قادره توصل لي الفكره. البم ايش كثير حلو، كثير رائع. كمهندس الطرق كيف بقدر استفيد من البم؟ او جميل. كيف بقدر انه يعني اطبق هذا الاشي بمجال العملي يعني؟ جميل جدا. بالنسبه لموضوع مجال الطرق، فاحنا عندنا مثلا برنامج زي السيفل 3D، وفي برامج خاصه من برامج بنتلي متميزه جدا في الموضوع دوت. وحتى لو انا حبيت ان انا استخدم الريفت بستخدمه، بس ببدا اقسم الملف بتاعي حسب حجم المشروع. يعني انا مثلا في مشروع كان كبير فاضطريت ان انا اقسمه ل 18 جزء، تمام، 18 ملف وكلهم مرتبطين ببعض. في ملف تاني كونتر بيجمع لي 18 ملف دول بحيث ان الجهاز بتاعي ما يتقلش. فانا عندنا مثلا سيف 3D بنبدا نعمل مثلا الطرق، بيبقى عندي مثلا مش الطرق بس، عندي الطرق وعندي اشارات المرور حواليها، عندي الكهرباء اللي بتوصل لاشارات المرور، الكهرباء اللي بتوصل للبيوت، المواسير بتاعه الميه، المواسير بتاعه الصرف. كل الحاجات دي بعملها في السيف 3D، وممكن نعملها في قلب الريفت بس محتاجه تنظيم شويه، وممكن تتعمل في اي برامج من البرامج بتاعه بنتلي زي رود وهكذا. فالميزه الكبيره ان المشاكل اللي بتظهر اثناء الحفر او اثناء الشغل بتظهر معايا اثناء التصميم، بخلي بالي لا ده في مشكله هنا، لا ده انا مش واخد بالي من الحاجات دي. ساعات كتيره جدا في الوطن بتاعنا بعد ما بيعمل الطريق بيكتشف خطا ان في حادثه حصلت، وده الكلام ده لسه حصل من يومين تقريبا. ان بعد ما عملوا مثلا يو تيرن لقوا ان في اليو تيرن عمل حوادث كتيره جدا، فاضطروا ان هم يوقفوا الشارع ويغيروا شكل اليو تيرن والحاجات دي. فالحاجات دي كلها ممكن بنعملها على برامج البيم، ونتاكد ان ايه المشاكل الموجوده ونحلها ونوجد حلول ليها. وهو الميزه ان بيبقى مرتبط باكواد، يعني البرنامج مش يرسم بس، لا ده بيبقى مرتبط بكود ويعمل تشيك لو انا مخالف للكود اللي انا شغال عليه، سواء كود الاردني او كود، يقول لي خلي بالك ان ده مش هيبقى مقبول لان هو مخالف للكود. فده من الحاجات الممتازه جدا ان انا بشتغل بنمذجه معلومات البناء في قلب الطرق، بتبقى حاجه كويسه جدا. وفي دول زي المانيا مثلا بدا موضوع ان انشاء الطرق بالبيم ده يبقى اجباري. مهندس يعني مجرد انه انا اصمم الطريق على السيفل 3D مثلا، ادخل كل الاليمنتس اللي انا بدي اياها بهذا الطريق، انا هيك بكون طبقت البم؟ لو انا فعلا لازم يكون في برنامج اعمل شيرنج مع الناس اللي مثلا هو في الواقع احنا بنعمل شيرنج من خلال ان احنا بنتفق على برنامج معين نجمع فيه الحاجات. احنا بنجمع غالبا في برنامج زي الانفرا ووركس او نفس وركس، في برنامج اسمه نفس وركس انا حتى شغال عليه هوت في المشروع اللي انا يعني اللي انا شغال فيه في الشركه دلوقتي. انا شغال فعلا في مشروع عامل، هو عباره عن 18 مبنى وفي بينهم طريق وفي بينهم تفاصيل كثيره جدا. فهو الفكره كلها لو انا مش عامل بيم، وانت مثلا في دخلات مثلا بتاعت ميه وصرف وحاجات زي كده للمبنى بس هي متشفته، فاثناء لما انا هنفذ في الواقع هلاقي الموديل البيم اللي معمول مثلا بالريفت مثلا والخرجات بتاعته غير مطابقه للخرجات الموجوده في الطريق، او حتى المنهول او الحاجات ديت، او الطريق نفسه الاماكن مش مظبوطه وحاجات زي كده. فهو دلوقتي اصبح في يعني تعاون مشترك بين اسري اللي هي مهتمه بموضوع الجي اي اس بشكل قوي مع الاوتوكاد سيف 3D، وهو تبع اوتوديسك، فهي بتحاول انها تعمل انتجريشن بين الاوتوكاد السيف 3D وبين الريفت، بحيث ان هو يبالوا الشغل مع بعض. بس يتجمعوا فين؟ الاوتوكاد سيف 3D بيقبل الريفت، والريفت بيقبل الاوتوكاد سيف 3D. وفي حاجات دلوقتي اضيفت في الليزرات الحديثه تقدر تدخل ده جوه دوت. بس هي الفكره كلها الافضل ان انا اعمل
اجمعهم في برنامج زي نفس ووركس، لان نفس ووركس فيه خاصيه ان انا اعرف الكلاشات موجوده فين بالظبط، او برنامج زي الانفرا ووركس برضو ميزته ان هو بيجمع الحاجات من برامج مختلفه. فلو انت قدرت تعملي الموضوع دوت ولقيت ان هو بيجيب لك فين الكلاشات ويقول لك مثلا لا ده محتاج. طيب في حد عنده اي سؤال قبل ما نكمل؟ مهندس الله يعطيك العافيه. الله يكرمك. غالبا يعني هلا الهدف الرئيسي من البيم، ان نفترض ان احنا اشتغلنا على الاوتوكاد بس احنا كنا نشتغل اكثر من عضو، مثلا مهندس الكهرباء، مهندس المدني والمعماري على مشروع معين، وكانوا بنسق مع بعض كل فتره، هل هذا يعتبر بيم ولا لازم يكون في برنامج على 3 دي؟ ما هو بص ده فاضل، انت دلوقتي حضرتك بتتكلم على الاوتوكاد مظبوط؟ طيب الاوتوكاد نعم. لو انت عايز تعرف فين الكلاشات هتعرف منين الكلاشات؟ عشان التفاصيل الصغيره هاي ما تضيع معنا بال 2 دي. الكلاشات يعني ايه؟ الحاجات الخاطئه في بعض، انت ممكن تكون مثلا مش مراعي ارتفاع مثلا الباب، فالباب داخل جوه العمود او داخل جوه الفلور، فانت مش هتقدر تعرف الكلاش ده غير اثناء التنفيذ، فدي المشكله. لو انا قلت لك اوجد لي حصر الحاجات عشان تحصر الشغل بتاعك هي بتكون مبينه برضه بال 2 دي ولا لا؟ موقع الباب بالظبط، انه هل هو فايت في عمود او لا؟ لا وهي انت الامور مثلا كامله بتكون مبينه برضه. انت دلوقتي عشان انت دلوقتي بتتكلم على الفلور بلان، تمام؟ الفلور بلان مش هيبان الارتفاع بتاع الحاجه. طب انا عايز اعمل سيكشن، عشان تعمل سيكشن ده بياخد منك مثلا 5 6 ساعات عشان تعمل سيكشن بالتفاصيل للحاجه اللي انت عايزها. انما في البيم هو انت بتحط الحاجه بيظهر معاك الشغل كله والتفاصيل كلها والحاجات دي كلها. فبتلاقي انا اشتغلت كتير مانوال، ويعني حاليا عندي استعداد اسيب كل حاجه بس ما ارجعش تاني للاوتوكاد، لان بلاقي اهدار للوقت، وفي الاخر بعد ما بنزل الموقع بنكتشف مشاكل ما كناش واخدين بالنا منها. يعني انت بتقول مثلا الكاميرا كذا كذا كذا، وتفاجأ ان الكاميرا دي خابطه في الباب اللي تحتيه وانت مش واخد بالك. انما لو في حد اسمه كويس ماشي، انما لو انت شغال بالبيم بيبدأ ينبهك انا بعمل ايه، انا مش عبقري واللي شغال بالكاد مش عبقري، لا هي الفكره كلها اداه بتسهل لي، تمام؟ زي ما كانوا بيشتغلوا مانوال، فلما جه الكاد سهلهم شويه ان انا لما يحصل غلطه ما عادش الورقه كلها، لا ده انا مجرد بس بعيد الجزء اللي هو فيه مشكله، فوفر عليه كتير. فهمت عليك، الله يعطيك العافية. مهندس يعطيك العافية. هلا انا شوي رح ارجع لورا شوي. هلا من بدايات ما بلشتوا تطبقوا البم عندكم بمؤسستكم او بالمشاريع اللي بلشتوا فيها، اكيد كان في يعني كثير ناس ما بيعرف بمصطلح البم او ايش هي الادفانتج من هذا البرنامج. بس كيف لما بداياتكم لما بلشتوا ايش كان تشالنجز العام اللي بمؤسستكم، او ايش اللي كانت الصعوبات اللي واجهتكم والتحديات اللي ممكن انك انت وصلت فيها عن طريق عمل اويرنس فكره البيم حتى قدرت انك تطبقه بهاي المشاريع، ومن اي سنه بلشتوا فيها؟ والسؤال الاخير، هل في ديس ادفانتج لهذا البرنامج؟ طيب انا هركز على اول نقطه، ديس ادفانتج لهذا البرنامج هو مش برنامج، هي نظريه، يعني هي فكره وليس برنامج. يعني مفيش حاجه اسمها ان انا سطبت برنامج خلاص كده انا بقيت بيم، لا هي نظريه معينه ايا كان البرنامج اللي اشتغلت بيه. يعني اكيد كلنا عارفين برنامج السكتش اب، برنامج السكتش اب من البرامج اللي بترسم بيها بسرعه، بس هم عملوا اداه تسطب جوه السكتش اب تخليني ارسم ابواب وشبابيك واعمل كده، فاصبح السكتش اب بيم ينفع ان هو ان احنا نقول عليه بيم، وكذلك الاوتوكاد وهكذا. تمام، احنا بدانا امتى؟ انا تقريبا بدانا 2007، تمام. لقينا ان احنا عندنا مشاكل كتير جدا. انا هقول لكم حاجه برضو، كان في دكتور مصري في موجود في الامارات وكان بيعمل رساله الماجستير مش الدكتوراه عن المشاكل اللي موجوده في قطاع الانشاء، فجمع ما يقارب مثلا من 30 مشكله، عامل الرساله مشاكل بس بدون حلول. فلما اكتشف قدرا موضوع البيم دوت، حضر محاضره كده وحد قال له حضر المحاضره، فلقى ان كل المشاكل اللي هو كاتبها بلا استثناء البيم حلها له، فقال لك لا ده دي فعلا لازم نهتم بيها، وبدا الرساله بتاعته بعد ما كان مجهزها انها مشاكل بس، لا بقى كل مشكله يقول لك ازاي نحلها من خلال البيم، دي ممكن نحلها من خلال ال 3 دي كوردينيشن، دي ممكن نحلها من خلال الورك ثرو، دي ممكن نحلها من خلال كذا، فلقى الحلول كلها. طيب احنا ازاي بدانا؟ احنا كان عندنا مشكله ان ما كانش في ليدر للموضوع. يعني ايه؟ يعني لازم دلوقتي لو اي حد عايز يبدا في مجال البيم او اي شركه عايز تبدا في مجال البيم يكون معاها حد فاهم في البيم، والا ممكن مشكله صغيره جدا تعطلنا كلنا، بالذات في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها في 2007 كان النت بطيء جدا في مصر،
وكان ما كانش في اليوتيوب، ما كانش في الكم الهائل من المعلومات لا بالعربي ولا بالانجليزي، فكان في مشكله وهكذا. انما احنا بدانا نجرب وبدانا كل مشكله نشوفها نبدا نحاول فيها، واللي يعرف حل اي مشكله يبدا يشاركها مع الاخرين، فبدا يبقى في نوع من انواع التعاون عشان كده. وكان البدايه بتاعتنا ان احنا اخترنا مشروع صغير خالص، عباره عن احنا كنا شغالين في مشروع سجون، فما خدناش السجن كله في البيم، عملنا السجن كله بيم، بس بدانا بغرفه الحارس. غرفه الحارس اخترناها لان هي كان فيها مطبخ صغير، فخلاص احنا معانا غرفه ومطبخ وحمام، فكده في الكهرباء والميكانيكا والمعماري واللي شغال كنا شغالين فيها، وقعدنا خدنا وقتنا فيها مش ملزمين بوقت، بس المهم ان احنا نبدا من اول مشروع لاخر المشروع بالبيم، ما نحتاجش الاوتوكاد في اي خطوه من الخطوات، كله بيم، ولحد ما نطبع ولحد ما نصدر الاوتوكاد. فقعدنا في مشاكل كتير بتواجهنا، بتكتب المشاكل ديت وبندور على الحلول ونبدا نكتبها ونشاركها وبنشوف احسن برنامج، يعني مش لازم الريفت، ممكن نشوف البرامج الثانيه اللي موجوده ومثلا نبدا نشوف هينفع نبدل من كذا برنامج ولا هو برنامج واحد الافضل، لحد ما استقرينا على ان احنا هنشارك كلنا بالريفت ونشوف كل واحد يشوف الادنس اللي ممكن يضيفها للريفت. يعني كانت المشاكل كلها ان هو مش منتشر، فيعني الناس الثانيه مش عايزه شغل البيم معاه، فكان اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نصدر الشغل الاوتوكاد ما حدش يفرق بينه وبين الريفت، يعني يكون الاخراج بتاعه كان كويس. تمام، دي اهم الحاجات بالنسبه لنا. طيب في باشمهندس محمد، اتفضل باشمهندس محمد. اتفضل دكتور ناسي. باشمهندس اسمح لي بس احكي للشباب، انا بفضل انه نوقف الاسئله هلا ونسمع الباشمهندس الاخر وبعد هيك نبلش نسال، شو رايكم؟ على اساس نستغل الوقت. تمام يا دكتور حاضر. طيب من ضمن الحاجات الممتازه جدا موضوع ان احنا قدرنا نتحكم في السيفتي ريسك، كان في مشاكل كتيره جدا منها موضوع الريورك، فانا بعمل ريورك فبزود عدد الساعات اللي موجوده في الموقع، منها ان احنا بنضطر ان احنا نقطع مثلا عندنا اللي هو الصاج بتاع التكييف بيجي كله قطعه واحده ونضطر ان احنا نقطعه، لا بقينا نقطع في الموقع ويطلع الحاجات مظبوطه بنبدا نركبها بس، فقللنا موضوع المخاطر. بقينا نشوف حاجه 3 دي ونعرضها على العمال كلهم، بنعمل حاجه اسمها لاست رانر، ان اقل عامل او اصغر عامل بيبدا يفهم كل حاجه في المشروع هتتم ازاي، فبيبقى عنده وعي بالمشروع، عدد ساعات المشروع قلت فالخطوره قلت، الحاجات بتيجي تتركب مش بتتصنع، فده. ونعمل حاجه اسمها سيموليشن، يعني انا عامل موديل البيم في برامج متخصصه ببدا امشي بالشخص اللي عندي او بالبيرسون اللي عندي، ولو في اي مشاكل بينبهني، يعني في شخص وهمي كده بيبدا يمشي في الطرقه ولو في فتحه يروح منبهني ان في فتحه هنا ممكن حد يقع منها، فمن خلال بيم في ادوات بتساعدني ان انا اقلل الريسك الموجود وان انا احمي الناس الموجودين. زي ما احنا شايفين مثلا دي من ضمن الحاجات في السايد سيفتي بالان، ان احنا لما نوري العامل حاجه كده 2 دي ونلزقها له الحيطه ما بقاش فاهمها، انما في حاجه اسمها بيم كشك، هو اسمه كده، بيبقى فيه زي كشك ما فيهوش غير شاشه كبيره وفيها جهاز كمبيوتر، وبنبدا ندخل العمال ونشرح لهم الحاجه 3 دي هتتعمل ازاي، ونشرح لهم الكرين ده هيتركب ازاي وكذا. ده مثلا من ضمن البرامج اللي احنا كنا بنعملها بتاعه السيموليشن، بيفترض شخص في كل دور وبيمشي وبعد كده يقول لي لا خلي بالك انت لازم تحط حاجه تمنع سقوط الشخص هنا. تمام، فموضوع البيم بيخليني اتوقع المشاكل اللي تحصل واكون على درايه بيها، وان انا اقلل المشاكل. عندي مثلا الكرين، طب انا هيكفيني كام كرين؟ عملنا الموضوع ده اكتر من مره في المشاريع الموجوده هنا في قطر، ان احنا بنحط كرين، لا ده المفروض 2 كرين، لا ممكن يبقى كرين واحد متحرك ويوفر فلوس وهكذا. فبنعمل نظبط المشروع مع البلاننج بحيث ان احنا نعمل نقلل الهدر ونوفر الاكيوبمنت اللي موجوده في المشروع ده. مثلا هنا فيجوال سيموليشن بنبدا نوريه للناس كلها بحيث تتخيل المشروع هيبقى عامل ازاي، كل الناس لازم تبقى فاهمه المشروع من اول يوم، لو احنا كلنا فاهمين المشروع فالحاجه اللي احنا مخططينها هي اللي هتنفذ، يعني المفروض لوح الشوب دروينج تكون هي لوح الاسبلت، الشوب دروينج اللوح اللي احنا بنحتاجها عشان ننفذ المشروع، والاسبلت دي اللوح اللي لما المشروع بيخلص. في الاساليب التقليديه بتلاقي مشاكل كتير اثناء المشروع فبنبدا نغير. طيب من ضمن الحاجات بتاعت البيم ان انا لو غيرت الباب دوت هيتغير هنا،
لو غيرت الماس بتاعه هيتغير في كل في الحصر في ال 3D في الخصائص في كل حتة. لو جيت في الحصر وغيرت رقم هيتغير في البلان في السكشن في ال 3D وهكذا. تمام. احنا لما جم يعملوا الماك جرو هيل كونستراكشن يشوفوا الناس بتطبق البيم ولا لا، لقوا ان الكلام ده في 2013 المفروض الارقام دي ضربت ل 80 و90 وهكذا، ان في اليو اس 79% بداوا يطبقوه في 2015 وكان في 55% في 2013. فتطبيق البيم بدا يعلو وبدا ينتشر كتير جدا في كل الدول، واصبح في كود دلوقتي اللي هو الايزو 1650، ده كود انترناشونال بيقول لنا ازاي نطبق البيم، ولو مشينا عليه هيسهل علينا كتير. ميزة البيم الأساسية ان انت ما بتقعدش تجرب في الموقع، ما ينفعش ان انت بعد ما تركب تشيل حاجة عشان تركب حاجة تانية، لا من اول مرة بتبقى عارف انت اصلا المشاكل. يعني هي الميزة ايه؟ ان المشاكل كلها بتبان معايا في مرحلة متقدمة، فالمرحلة المتقدمة دي في علم الإدارة تكلفة التعديل قليلة، عكس لما نكون احنا في نص المشروع ونكتشف حاجة فوقف الشغل، لا ابعت هات حاجه تانية، العنصر ده مش هينفع يتركب. يعني شفنا مثلا ان المكنه وزنها كبير جدا مش هينفع مع الاستراكشر، فهنضطر ان احنا نكسر. كان في مشروع مثلا احنا كنا شغالين في مول قطر وكان جنبينا فندق، والفندق مش معمول بيم، المول هو اللي كان معمول بيم. ونفس المشكله دي حصلت في مصر في اسكندريه برضو، ان بعد ما هم صبوا الاستراكشر بتاع الحاجات كلها محتاجين بقى يشوفوا السيلينج، لقوا ان الشغل الكهروميكانيكال لما هحط السيلينج تحتيه هيبقى الارتفاع بتاع السيلينج تقريبا 1.80 متر 1.85 متر، يعني مش هينفع انسان يمشي فيه. تمام. ما ينفعش واحد يدخل فندق راسه خبطه في السقف، فده عمل مشكله. وفي بعض احنا الحمد لله حليناها في المشروع، بس كانت تكلفتها كبيره. بس في اماكن موجوده في ابراج الشغل فيها واقف، مش حتى الان بقى لهم 3 4 سنين مش قادرين يحلوا المشكلة ديت، لأن هو مش عارف يعمل ايه، فاضطر ان هو يوقف شغل لحد ما يلاقي حل للمشكلة ديت. كان برضو في مشروع في السعودية في جدة، انا رحت سافرت عشان المشروع ده مخصوص، كان في 2 بيزمنت وهو عايز يعمل بيزمنت ارتفاعه تقريبا في حدود 3.5 3.80 حاجة زي كده. فلما اشتغلنا بالبيم لقينا ان عندنا مشكلة في الصرف، لو عملنا كده هتحصل في مشكلة في الميول، وهيبقى ارتفاع الماسورة توصل تقريبا الماسورة بدل ما هي متعلقة في السقف نتيجة للميول هتوصل ان بتبقى مثلا على ارتفاع متر، فالناس كلها تخبط فيها، فاضطرينا ان احنا نلحق نفسنا ونعدل في التصميم ونعدل في الارتفاع بتاع المبنى. لو كان المبنى اتعمل بالشكل دوت كان هيعمل مشاكل كتير قوي. طيب في البيم لو انا عملت الموديل اقدر اطلع منه سيكشن، اقدر اطلع منه ديتيل، اقدر اطلع منه بلان، اقدر اطلع منه 3D. الميزه ان انا لو غيرت اي حاجه في الشغل هيتغير فيهم كلهم، مش هيحصل المشاكل اللي احنا متعودين عليها ان انا ابعت السكشن ويكون السكشن فيه معلومه غير البلان غير الديتيله غير ال 3 دي، فالراجل يبعت لي يقول لي خلي بالك في ار اف اي لان في مشكله ريكوست فور انفورميشن ان في حاجه مش مظبوطه في الشغل، انا امشي على دي ولا امشي على دي ولا امشي على دي. لا، اللوح كلها بتيجي ومتطابقه، فده بيقلل المشاكل اللي موجوده. من خلال اللي احنا عملنا موديل بيم اقدر اطلع السيرتيفيكيشن، اقدر اطلع العزل، اقدر اطلع تيست، اقدر اطلع اشوف الشغل كله على السمارت فون، اقدر اتحكم فيه في الفاسيلت مانجمنت، فبلاقي فيه تحكم كامل في كل المبنى. طيب دي الاسئله اللي انا عارف ان انا هسالها دلوقتي. هل البيم هو الريفت؟ لا، البيم هو تكنولوجيا جزء منها السوفت وير، جزء من السوفت وير الريفت، بس في برامج تانية بتعمل حاجات الريفت ما بيقدرش يعملها، هو من ضمن البرامج اللي احنا بنستخدمها بس مش هو الاساسي. هل البيم مجرد 3D؟ لا، ال 3D زائد انفورميشن، لازم يكون فيه انفورميشن، لازم يكون فيه معلومات. لو انا عامل مشروع ومش حاطط فيه معلومات يبقى كلمه بيم انفورميشن موديلنج هتبقى بيلدنج موديلنج، مفيش كلمه انفورميشن فمبقاش اي لازمه خالص. احنا سطبنا البرامج فاحنا كده عندنا بيم؟ لا، لازم يبقى عندنا وعي بايه هو البيم وايه المزايا اللي فيه وازاي ان احنا نستفاد منه وهكذا. بيم مجرد بس للشكل؟ لا، البيم بيطلع منه حاجات تفاصيل ديتيل، وبيطلع منه دي كات شيت وشوب دروينج وكل الحاجات دي بتطلع من قلب البيم. هل هو بس كلاش ديتكشن؟ لا، في حاجات كتيره جدا من ضمنها الكلاش ديتكشن، يعني البيم بيعمل حصر، بيعمل حاجات كتيره جدا اكتر من اللي احنا اتكلمنا فيها. هل البيم جاست فور بيلدينج؟ دي اللي احنا بنتكلم فيها، ان هو بيخش في انواع كتيره من المشاريع زي موضوع الطرق، زي موضوع المدن، زي موضوع كذا، فهو مش خاص بمبنى مثلا عماره او برج او كده، لا ممكن يدخل معايا في الطرق والحاجات دي كلها.
احنا بنشتغل كلنا مع بعض بارل كل الاقسام في كل حاجه. هل البيم هيعمل يلغي الكاد؟ لا، الكاد بيبقى ليه مزايا، بس احنا تقريبا بنستخدم الكاد 1% من شغلنا، ان احنا بس ايه بنصدره اللي هيستلم الجهه اللي هتستلم منها الشغل. بس الكاد مش هتلغي، يعني الشركه اللي عامله الكاد اوتوكاد هي اللي عامله الريفت، فمش هتلغي حاجه من الاثنين. الكاد ليه السوق بتاعه وناس كتيره جدا مهتمه بيه. بسبب كده البيم اصبح اجباري، تمام؟ في دول كتيره جدا اصبح البيم اجباري فيها. امريكا مش اجباري بمعنى ان انت لازم تعمله، لا، بس لو انت عايز تاخد مشروع حكومي، وتقريبا 90% من المشاريع حكوميه، لو انت عايز تاخد مشروع حكومي لازم تمضي ان انت هتسلم بيم. بريطانيا 2016 بقى اجباري. عندنا الامارات فيها العاصمه دبي اصبحت اجباري، تمام، لحجم معين من المشاريع، يعني اكتر من 20 دور لازم يكون بيم. هنلاقي في دول مثلا زي استراليا اجباري بالذات للمشاريع الحكوميه، سنغافوره، كوريا الجنوبيه، وهكذا. في دول كتير جدا، الدول الكومنولث وهكذا، اصبحت فيها موضوع اجباري. طبعا من اهم دول بريطانيا، من الحاجات اللي هي مهتمه جدا بيها. مصر صدر ده الكود ده الامارات قال لك اللي هو المبنى اللي يزيد عن 40 دور، وبعد كده خلوه 20، في تعميم صدر بعد دوت. وفي المساحه 300,000 قدم مربع، وبعد كده قللها. المباني زي المستشفيات والجامعات لازم تكون بيم اجباري، يعني هو مش هيقبل منك المشروع لو انت عامله اوتوكاد. لو مكتب اجنبي لازم يكون بيم، تمام. قطر من ضمن الدول المهتمه جدا بموضوع البيم، وحققت فيه نجاحات كويسه. في كذا شخص مهتمين بالبيم موجودين في قلب قطر، بالذات موضوع كاس العالم. انا ماليش في الكوره يعني، بس الحمد لله شاركت في 4 سيدات من 8 تصميم في البيم وكده. ففي اهتمام جدا بالبيم، واصبح في جزء كبير جدا من الموجودين فاهمين في البيم. مصر صدر كود الوحيد العربي، صدر في مصر في السنه في 2020، صدر رسمي 2020. دي خطوه كويسه جدا ان يبقى في كود ينظم الشغل. كلمه كود مش معناها بقى اجباري، يعني البيم مش اجباري في مصر، بس اصبح اصبح فيه اهتمام فيه، واصبح فيه حاجه بتسهل الشغل وتوحد الشغل. لسه ما صدرش قرار من الدوله ان هو يكون اجباري. انا كده خلصت وجاهز دي الاسئله ان شاء الله، وشكرا لحسن استماعك. يعطيك العافيه باشمهندس، يعني محاضره مجموعه افكار ممكن يستفيد منها، كلنا نستفيد منها. بدنا نفتح المجال للاسئله شباب. الباشمهندس بده يسمع اي اسئله، تفضل يا قصي. يعطيك العافيه باشمهندس. الله يكرمك. سي دي بي بخصوص يعني لما كيف تشتغل بيم، مش ممكن حد يجتمع معي از ديزاينر الكريتيفيتي لما تشتغل بالمشاريع؟ مثلا لما نيجي على الربط، لما تيجي تعمل كيرتن وول بطريقه مثلا معينه، الجوينينج بضرب عندك. سؤال تمام. طيب بص، الكيرتن وول تمام والسلالم والحاجات ديت يعني فيها شويه افكار. يعني انا شغال مثلا مشروع 18 مبنى كيرتن وول، 18 مبنى مليان كيرتن وول، كلهم معمولين صح، وكلهم معمولين بشكل قوي جدا، وكلهم حلينا مشاكل. يعني هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ان لو معاك حد في التيم عنده خبره واشتغل قبل كده هيقول لك المشكله ديت تتحل ازاي، هتلاقيها اسفه ما يمكن. يعني انا مثلا لما بدانا كانت في مشكله، انا لو قلتها لك هتقول لي يا ده سهله جدا، الا وهو ان انا عايز احط باب في قلب كيرتن وول. يعني عندي كيرتن وول عايز احط فيه باب، هي معروفه ان انا لازم اختار باب معين كيرتن وول، بس احنا ما كناش نعرف ومالهاش شرح، تمام. لا، الموضوع كيرتن وول ليه حلول كتيره جدا. كل المشاكل اللي انت ممكن تقول عليها واجهتنا وحليناها، لان المشروع كان مليان. انا شغال في مشروع 18 مبنى كلهم الواجهه بتاعتهم كيرتن وول، وكلها اتحلت وكلها بيبقى فيها حيل. فان شاء الله ممكن ابعت لحضرتك فيديوهات ازاي نحل المشاكل بتاعت كيرتن وول. برضه السلالم لما حد بيبدا بيرسم السلالم بيلاقي بعض المشاكل، لما بتواجه المشاكل ويحلها بيلاقيها سهله جدا، مجرد بس ايه تعود عليها، او ان احنا نقرا الافكار منها وهتلاقيها سهله جدا ان شاء الله، تمام. انا عارف مشكله مشاكل الكيرتن وول ساعات بتحس انها متداخله مع بعض، بس انا ممكن اعمل سيلكت من خلال تاب من خلال كذا
واقدر احل المشاكل ديت. لو عندك اي مشكله ابعتها لي وابعتها لك فيديو الحل بتاعها ان شاء الله. تسلم خالص. علي نورهان. يعطيك العافيه مهندس. بدي اسالك كون البيم هاي تكنولوجي هالقد يعني وهالقد فيتشرز وكل شيء كثير يعني منيح فيها، ليه لما يطبقوها احيانا ما بتعطيهم النتيجه يعني المطلوبه او النتيجه اللي عن ترضيهم؟ جميل جدا، انا سعيد بالسؤال دوت. بص الاجابه السؤال دوت ان اولا الناس بتخاف من التعديل او بتخاف من التغيير، بتخاف من تكنولوجيا جديده. يعني لما انا مثلا قبل كده رحت شركه وبتكلم مع رئيس مجلس الاداره يعني وكده، فكان بيتكلم على الاي ار بي مثلا انتربرايز بروجكت. التكنولوجيا جميله جدا احنا بنشتغل بيها في الشغل بتاعنا، عباره عن تنظيم الشغل. بس هو اول ما طبقها حصل مشاكل، اللي هو عباره عن ايه، الناس متعوده انها تشتغل بالاكسل، رافضه انها تشتغل بتكنولوجيا الاي ار بي رغم انها بتوفر كتير جدا وبتسهل الشغل، ولو اشتغلوا بيها هيلاقوا اسهل، بس هم خايفين. تاني حاجه ان هو ما عندوش حد قوي في الحاجه دي، يعني هم هو جاب البرنامج واشتراه، اشتراه ب 2 مليون ريال، اشترى البرنامج ده ب 2 مليون ريال، ومع ذلك ما جابش واحد موظف بسيط يقول للناس يشتغل بيه ازاي. فالبرنامج ده كان بيدير المخازن وبيدير الشغل وبيدير كل الشغل بتاعه وكل حاجه، بس استخسر يجيب حد يكون فاهم البرنامج. فهي دي فكره البيم، ان واحد يقول لك ايه انا هطبق البيم ويروح مختار مشروع كبير. المفروض لو انا بطبق البيم مظبوط اجيب مشروع صغير مش مزنوق في الوقت وابدا ادرب المكتب بنوع من انواع ايه، مش هضربه كله مره واحده، لا هضرب على اجزاء، يعني الشهر ده هضرب 2، الشهر اللي بعديه هضرب 2 وهكذا. ما ينفعش ان انا اقول ايه المكتب كله يوقف شغل كاد ونوقف المشاريع اللي معانا ونشتغلها بيم، او يكون في مشروع بنقربنا نسلمه وخلصناه 90% كاد واقول لا ده انا هشتغله بيم، مش هينفع. لازم ان احنا ايه نشوف مصلحه الشركه انها ما توقفش وما تعطلش. ففي حاجات مفروض مدير المشروع بيظبطها بحيث انها تكون مقبوله. فالفكره كلها في كده، ان في ناس بتطبق البيم بشكل قوي بشكل بيدفع فلوس كتيره وهو مش عارف يجيب حد يدير له الليله او حد خبره. ما انا ممكن مثلا ايه اداره المشاريع قويه جدا، بس انا ابدا اقرا شويه كتاب واحاول اطبق من غير ما يكون عندي واحد خبره في الموضوع. احنا الحمد لله عملت موضوع البيم امبلمنتيشن، يعني خلي الشركه تحول من كده البيم في شركات كتيره جدا، وما وقفناش الشغل وما عطلناش شغل وما عملناش حاجات دي. وبالعكس ممكن يقول لي المشروع ده عايزينه كاد عايزينه بيم، اقول له لا المشروع ده 90% منه خلصان، خلصوا بيم خلصوا كاد، يعني ما نعيدش الشغل، سلموا كاد والمشروع اللي بعد كده هو اللي هيبدا فيه بيم. فالفكره كلها ان حصل لخبطه كتيره جدا، لان الناس فاكره البيم ده عصا سحريه هسطب البرنامج واروح او اشرب شاي هلاقي المشروع خلص. لا، لازم الناس تبقى عندها خبره والناس تكون اشتغلت في مشروع صغير وبعد كده مشروع اكبر ومشروع اكبر وهكذا. الفكره كلها في التطبيق والتدرج عشان تطبيق المشروع. اقوى اتفضلي. يعطيك العافيه مهندس. هلا انا عندي استفسار، ايش الفرق بين سيميوليشن والبيم؟ يعني هل احنا ممكن نعتبر البيم هو نفسه سيميوليشن ولا لا؟ جميل جدا. طيب في برامج كانت موجوده من قبل البيم الخاصه بالسيميوليشن، تمام؟ برامج كتيره جدا، يعني مثلا في عندنا حسب التخصص بتاع الواحد. حضرتك تخصص ايه؟ مدني؟ نعم مدني طرق وجسور. يعني حسب البرامج اللي حضرتك شغال فيها، يعني مثلا في برنامج مثلا برنامج زي ممكن مثلا نقول ايه، في برامج خاصه بعمارة زي الاركتكت زي الفزاري زي ديزاين بيلدر زي وهكذا. في برامج خاصه بالانشائي زي روبوت زي ساب وهكذا. الفكره كلها ان البيم اصبح بيصدر الشغل الموديل بعد ما رسمه للبرامج دي مجاني وببلاش وبسهوله وكل حاجه. اصبح فيه لغه مشتركه زي ايه؟ زي مثلا ان ده كان ان ده مثلا كان بيتكلم لغه وده بيتكلم لغه، يعني مثلا السانكيو دي مكتوب بلغات كتير قوي. فهي الفكره كلها ان احنا قدرنا نصدر الشغل بصيغه يفهمها. يعني انا لو عملت الموديل على البيم اقدر اصدره للبرنامج الروبوت يفهمه وكل حاجه. تمام؟ فاصبح ان انا دلوقتي بحاول ان انا ممكن اعمل سيموليشن على البيم. في سيموليشن جوه البيم، يعني مثلا لو انا عايز اعمل سيموليشن لشكل الشمس على برنامج الريفت او على برنامج الاركيكاد اقدر اعمله بسهوله. لو انا عايز اعمل السيموليشن على برنامج مثلا انشائي زي من برامج البيم
زي برنامج تكلا اقدر بسهوله وهكذا. تمام؟ فهو برامج البيم بيعمل سيموليشن، بس الاقوى ان انا ادي برنامج متخصص يعمل سيموليشن دوت. عندنا في مصر يقول لك ادي العيش لخبازه، يعني الاحسن ان انا اعمل موديل وبعد كده اصدر الشغل للبرنامج دوت. كان في برنامج اسمه سي اف دي، ده كان بيعمل محاكاه للهواء وكده، فكان الشخص اللي بيشتغل عليه بيقعد اسبوع عشان يعمل الموديل في قلب برنامج سي اف دي. لما عملناه في البيم ما خدش مننا تقريبا مثلا ساعه ساعتين، وصدرناه له هو ما خدش منه اكتر من ثانيه يدوس على الزرار يقول له اعمل سيموليشن، عنده الموديل بالتفاصيل بكل حاجه. تمام؟ فاصبح الموضوع اسهل بكتير جدا لما نكون شغالين من خلال تكنولوجيا معتمده وهكذا. فتقدر تعمل محاكاه على البيم او تستعمل نصر الله. اتفضل. يعطيك العافية مهندس. اتفضل. في عندي سؤال، اول شيء هي تكلفة تطبيق البيم كشركة ان تسويها، فمن ستاف من سوفت وير من هارد وير، هل هي مكلفة او لا؟ طيب بص ده ولو سمحت لو سمحت بس سؤال ثاني، انه المشاريع الصغيرة افضل لها كاد او بيم من حيث انه الربح، انه لما يكون يعني مشروع كبير اكيد راح يكون التكلفة الربح افضل بالبيم. طيب هو بس ايش اسكان صغير او شغله. طيب هو سؤالين محتاجين الواحد يكون صادق جدا في الموضوع ده. بص ده فاضل، تكلفه التبني البيم بتعتمد على حاجه، ان احنا نقعد مع بعض ونشوف الـ الشركه نفسها ايه الاجهزه اللي موجوده. يعني ممكن تكون الاجهزه اللي موجوده كلها قديمه، فانا عندي كده تكلفه ان انا اغير الاجهزه. تمام؟ تكلفة شراء البرامج، أنا من رأيي إن أنت ما تشتريش أي برنامج غير لما تستخدمه لمدة سنة سنتين، حتى لو عملت كراك، حتى لو عملت كذا، لأن أنت ممكن تشتري برنامج وبعد فترة تلاقي إن مش هو ده اللي أنت عايزه أو مش هو ده اللي أنت محتاجه، فما فيش أي مشكلة إن أنت تنزله وتجربه عندك على الجهاز بتاعك الشخصي، تتأكد إن أنت شغال فيه قبل ما تشغل فيه. تكلفة الريفت هي نفسها تكلفة شراء الأوتوكاد، يعني تكلفة شراء السوفت وير، هما الاتنين واحد، نفس السعر تقريبا، ودلوقتي بيديهم باكج، يقول لك لو اشتريت الريفت خد الأوتوكاد هدية. تمام؟ اللي تبقى البرامج الهاردوير فحسب الشركه نفسها، لو الشركه الاجهزه بتاعتها قويه هنسطبها بدون مشاكل، لو في مشكله في اجهزه الشركه فاحنا محتاجين ان احنا نعدل الاجهزه. طيب بالنسبه للموضوع لو مشروع صغير، هو لو انت طبقت البيم على مشروع صغير هتلاقيه كويس بالنسبه لك، يعني ايه هيديك فوائد. بس هي الفكره كلها لو انت متعود، هي في بعض الشركات بيقول لك ايه انا متخصص فيلل، فهو كده كده عنده كل المعلومات للفيلا، يعني من اول ما تقول له مثلا اعمل لي الفيلا دي هيقول لك انا دي هتكلفك كذا وفيها مشاكل كذا وحافظ كده. فلو هو اصلا شركه متخصصه في الريفت في الفيلل وعمل 10 فيلل قبل كده مش محتاج البيم، هو خلاص عنده هو بيعمل ايه، بيبقى عنده كذا نوع من انواع الفيلل، 6 انواع مثلا، وكل ما يروح مكان ياخد نوع فيهم يوريهم للعميل ويعمل له زيهم وهكذا. فهو شغال على نظام ايه، ان انا عندي ستايل معين او نوع معين او حاجه زي كده. في بعضهم مثلا متخصص في بناء مدارس بمنا كذا في الحاجات او مدارس صغيره او حاجات زي كده، فالحاجات اللي هي بتاعه سكوب صغير انا اعرف مثلا شركه متخصصه في حمام السباحه من غير بيم هو حافظ كل حاجه في حمام السباحه. انما لو انت بتبدا مشروع ما عملتوش قبل كده، يعني انت بتعود على الفيلل وتقال لك اعمل لي مسجد او تعمل لي مستشفى، هتلاقي نفسك محتاج ان انت تعمل موديل البيم دوت عشان تعرف اماكن الكلاشات، عشان تعرف المشروع ده هيكلفك قد ايه، عشان تعرف المعلومات. البيم هيديني المعلومات اللي انا هحتاجها عشان اخد مشروع. لو انا عندي مشروع اتعمل كاد ونفس المشروع ده اقول له اعمله جنبيه، يبقى انا كده مش محتاج البيم لان انا عندي كل المشاكل وعارف كل الحاجات. مشروع عملته بالاوتوكاد وعايزه تاني خلاص يعني هاخد نفس المعلومات اللي انا اشتغلتها والخبره وكل حاجه واطبقها كده. انا قبل ما اشتغل عرفت المشاكل فين وعرفت التكلفه وعرفت كل حاجه. يعطيك العافيه مهندس. هلا عندي سؤال، ممكن استفسرك كيف ممكن اقيس انه كفاءه البيم؟ هلا طبقت المشروع، كيف ممكن اكون عندي اقيس اثر هذا التطبيق للبيم وكيف ممكن اقيس كفاءته؟ كفاءته بالنسبه للشخص ولا بالنسبه للموديل ولا بالنسبه لايه بالضبط؟ بالنسبه للمشروع، انه انا طبقت البيم بالمشروع، كيف ممكن اعرف اني انا استفدت بالحد الاقصى، نحكي انه استفدت من هذا المشروع، ما في عندي اوامر تغييريه كثير، ما يعني كيف ممكن يكون عندي انديكيتر تحكي لي اني انا طبقت البيم 100%؟ طيب هو بالنسبه مثلا للحاجه النظري او كده، ممكن نعمل يعني لو احنا بنطبق مثلا على رساله ماجستير او دكتوراه ممكن ناخد نفس المشروع نعمله كاد ونعمله بيم ونشوف الفرق بينهم. بس في المشاريع الحقيقيه مفيش امكانيه ان انا اهدر موارد واعمل نفس الحاجه مرتين، لا هي هتبقى مره واحده.
فبنعمل ايه؟ بنحط بعض العوامل ان انا اعمل تشيك عليها، زي مثلا هل التزمنا بالوقت ولا لا، هل التزمنا بالتكلفه ولا لا، هل الناس كانت فهمت المشروع اكتر ولا لا. بنبدا نحط بعض العوامل قبل ما نبدا المشروع، وبعد كده بنبدا ندي درجات عليها حسب الشغل. بالنسبه للموديل انا بيبقى عندي تشيك ليست قبل ما استلم الموديل او قبل ما ببعت الموديل، بتاكد منها هل الكلاشات موجوده ولا لا، هل حللناها ولا لا، عدد الكلاشات الموجوده، هل في حصر موجود ولا لا، هل الجداول خرجت من الموديل ولا ما خرجتش، هل اللوح كلها خرجت ولا في حاجات عملناها في ال 2 دي. فبنبدا نحط بارامتر قبل ما نبدا نشتغل عليه عشان نتاكد من الشغل بتاعنا مظبوط ولا لا. طيب رنا يعطيك العافية مهندس. بالنسبة للسيفتي بام، في سيستم معين تمشوا عليه ولا بتعتمدوا على نظام النيبوش والأوشا؟ لا حسب هو نفس البروجكت. لا لا لا، نفس الأوشا ونفس الأنظمة العادية خالص، ما فيش نظام خاص بالبيم. هو البيم بيديني أدوات تسهل لي الموضوع دوت، تمام؟ يعني الأوشا مثلا بيقول لي على الحاجات، هو احنا بنمشي على نفس القواعد نفس كل حاجة، بس بيبقى بدل ما أنا شغال يعني بتطبقوا نظام الاوشا مش النيبوش، اي نظام فيهم حسب المطلوب في المشروع. بس هي الفكره كلها البيم مش حاجه بتهدم اللي موجود، لا هو عباره عن اداه بتساعدني. بدل ما كنت برسم بقلم مثلا معين، لا لقيت قلم تاني بيسرع لي الشغل وهكذا. يعني حتى في العقود هو نفس العقود، بس مثلا ايه بنزود بعض الكلمات الخاصه مثلا بشرط ان البيم ده هيبقى ملكيته مين وحاجات زي كده، بس نفس القوانين نفس القواعد. يعني لو انا شغال مثلا في الاردن، نفس القوانين بتاعه الاستراكشر الخاصه بالنقابه او خاصه بالجهه اللي بتستلم مني او الدفاع المدني انا بلتزم بيها، تمام؟ ما بقولش لا انا شغال بحاجات خاصه بيا او بالكود الامريكي، لا بشتغل بنفس كود البلد. طيب احنا ناخد اخر سؤال قبل ما نشكر الباشمهندس. بدي الناس اللي ما سالوش، في عندي قصي واسراء، في حد فيكم ما سالش؟ الناس اللي ما سالوش. انا اسراء سالت دكتور. لا اذا سالته خلص، لانه احنا عندنا ضل لسه بارت 3. قصي سالت انت حبيبي؟ اسال دكتور. طيب باش مهندس احنا عاجزين جدا عن شكرك. بدنا نشكرك الثمين، بدنا نشكرك على تفهمك تعاونك. مشكور جدا على كل المعلومات القيمة اللي أفدتنا فيها اليوم، وأنا سعيد جدا بالتعرف عليك. أنا سعيد. اللي فهمت نورهان إنه أنت عندك يوتيوب شانل. تمام. يعني ممكن إنه نورهان تزودنا فيها وكلنا نصير مشتركين معك على أساس حضرتك. كل الشكر وكل التقدير لك، نبقى على اتصال باشمهندس. الله يكرمك، ألف شكر حضرتك دكتور، وشكرا لكل الموجودين، جزاكم الله كل خير، ألف شكر حضرتك. الله يكرمك. شكرا شكرا. الله يعطيك العافية. رنا اعملي لنا ميتينج فري لو سمحتي على أساس نبلش الجزء الأول. تمام دكتور، يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية شباب. شكرا باشمهندس. الله يكرمك. شكرا.